عشان كده كان ده في فبراير لما سيادة الرئيس في أثناء اصطفاف المعدات اللي شاركت في عملية أو اللي أعلن إنه هتنزل وتشارك في أعمال تنمية وإعمار سيناء، أطلق إن هيبقى في خطة تطوير استراتيجي هتبدأ الدولة تعلن عنها وتنفذها الدولة المصرية. وهنا أنا مش بتكلم على سيناء بس، أنا بتكلم بحكم إن أنا موجود في شمال سيناء، أنا هنا بتكلم فقط على ما هيتم في شمال سيناء وليس في جزيرة سيناء كلها. الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء، عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضراتكم تابعتوها في كل حتة في مصر، شمال سيناء هتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء، على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله. إحنا بنتكلم على حجم، إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سيناء من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار، إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في خمس سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار. يعني بنقترب من ضعف أو يعني رقم نقدر نقول 150% من الرقم اللي كان صرف أو أنفق في العشر سنين اللي فاتت، وبنتكلم على مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنين إن شاء الله في خلال الفترة دي، ومقسمينهم حتى لسنتين أو أول مرحلة منهم ثلاث سنين والمرحلة اللي بعديهم سنتين تانيين. وعلى قد ما هيبقى جهد أهالي شمال سيناء في عملية التنمية والبناء، على قد ما هنقدر نخلص هذه المشروعات بأسرع وقت. ودي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها، القرار من سيادة الرئيس ومن الحكومة بناء عليه إن اللي ينفذ مشروعات تنمية وإعادة إعمار شمال سيناء يبقوا أهالي شمال سيناء بنفسهم، هم اللي ليهم الأولوية في عملية التنفيذ، وهم اللي هيبقى واقع عليهم عبء عملية التنفيذ. إحنا كدولة هندبر التمويل وهنساعد بكل اللوجستيات الممكنة، وانتوا شطارتكم قدرتوا تخلصوا في سنتين ثلاثة، هندبر كل حاجة في هذه المدة على قد ما هتقدروا تنفذوا، على قد ما احنا هنقدر نستهدف ان احنا نخلص هذه الخطة بأسرع وقت ممكن ان شاء الله.